ذي قار، معركة ذي قار من أشهر معارك أيام العرب. ذي قار ما هي قريبة يعني، لا تحسب أنها يعني قبل 100 سنة أو 300 سنة أو 400 سنة، لا. ذي قار كانت بعد غزوة بدر بأربع شهور، كانت في نهاية الجاهلية وفي بداية الإسلام. وقبل ذي قار بشوي كان المناذرة يحكمون شرق وجنوب العراق وبعض من أطراف الساحل مثل المنطقة الشرقية الحين ومثل البحرين والكويت، كانوا المناذرة في ذلك الوقت هم اللي يحكمونه. حكم المناذرة ما هو يوم ولا يومين، المناذرة حكمهم كان 300 سنة. المناذرة في ذاك الوقت كانت عاصمتهم الحيرة في العراق. وقبل الإسلام هم كانوا مثل العرب الباقين، إما يكون مسيحي وإما يكون وثني. حكمهم طبعا كان تحت مظلة الفرس. الفرس ما قدروا انهم يحكمون العرب، فصاروا يعني زي تقول يعني حطوا والي يتبعهم يكون يعني معهم وتحت وصايته. المنذر بن نعمان كان هو اخر الملوك المناذرة، وكان له 11 اخو، وكانوا يسمون اخوانهم الاشاهب. مو معناها بحثر الحين انه اشهب، لا، الاشاهب في ذاك الوقت يعني انهم كانوا زي من عقبه حتى اسمه خايس، اسمه بارويز كسرة بارويز. لما توفي الشايب احتدم الصراع على الحكم بين النعمان وبين أخوه الأسود، لكن نسيبهم عدي بن زيد كان مع النعمان فزكاه عند كسرة وخلاص صار هو يعني على المناذرة. بعد فترة حقد عليها الأسود أخو النعمان وزور خطاب وأرسله كأنه يعني طالع كأنه رايح الكسرة، كاتب فيه كأنه على لسان عدي، كأنه على لسان عدي بن زيد أنه يقول أنه هو اللي حاكم وأن النعمان بن منذر فقط صورة. فغضب النعمان بن منذر وأرسل رسالة لعدي بن زيد. عدي كان يعيش عند كسرة، أنه زرها أبطيت منها، فأول ما زار وجاء اسجنه على طول النعمان بن منذر. فعلم عدي أن هذه مكيدة وقعت فيه. في ذاك الوقت كان كسرة، هو في ذاك الوقت اللي هو هرمز، هرمز كان سياسي، ومن بعده جاء واحد سيء جدا ولا يحب العرب وأقشر ولا يدانيهم. بعد فترة لما غاب عدي بن زيد عن قصر كسرة أبطى، لكن ظنوا أنه بيجلس عندي يعني عند انسباه، فأرسل لأخوه، أخوه كان موجود في قصر كسرة، فأرسل له يستجير فيه، فأخبر الأخ كسرة وأرسل له نعمان بن منذر يعني إذا جاك الخطاب فك أسر عدي بن زيد. لما اللي جاب الخطاب ما راح على طول للنعمان بن منذر، لا، لف على السجن وراح لعدي بن زيد وقال له عدي عطني أنا الخطاب، أنا وديه للنعمان بن منذر، أنت لو طلعت الحين من طلعت وخليتني هنا وخذيت الخطاب والله إني مقتول. فعير رسول يعطي الخطاب وطلع ثاني مرة وراح إلى النعمان بن منذر. النعمان على طول أرسل، اغتضب غضب وشاط وأرسل ناس تقتل زي عدي بن زيد، قتل عدي بن زيد. لما جاء صبح الرسول وقال عطني الرجال، قال الرجال هذا مذبوح من زمان، قال شو مذبوح من زمان وأنا مسمار بالسجن. فاستشاط عليه النعمان ومثل عليه أنك شلون تمر بالخطاب قبل لا تمر لي، فحاول يعني يمارس عليه الضغط، فما خاف الرسول بل أنه خوف النعمان، ثم أراد النعمان أن يرشيه. النعمان بن منذر قبل كان أبوه يحكم، أبوه كان يحكم في العراق حكم صوري الصحيح في ذلك الوقت اللي كان يحكم، وهو اللي يعني يا مريان هي كان نسيبه اللي ماخذ بنته اللي هو كان اسمه عدي بن زيد. عدي بن زيد ما كان يعيش في العراق، كان يعيش عند كسرة في قصر. عدي كان رجل ذكي، عدي بن زيد كان رجل ذكي، كان يقرأ ويكتب، كان يتكلم العربية والفارسية. عدي كان رجل ذكي، عدي بن زيد كان رجل ذكي، كان يقرأ ويكتب، كان يتكلم العربية والفارسية. فعلا المكيدة هذه من اللي وقعها بزيد بن عدي؟ وقعها الأسود، هو اللي زور الخطاب وهو اللي سوى الطريق كله، حتى لأنه مغتاظ من زيد بن عدي لأنه زكى أخوه نعمان بن منذر عند كسرة. علي بن نعمان في ذلك الوقت وغضب من هذا كله بسبة هذا الولد عمر، وأن ينتقم لأبوه، قال والله لا أنتقم منك ولا أقتلك قتلة ما قتلها عربي ومن قبل. فشار عليه هاني بن مسعود أنها خذ هدايا
وخذ معك خدم وخذ معك يعني أشياء يحبها كسرى وروح له واعتذر له. فقال نعمان بن منذر وهلي، قال أهلك عندي، بناتك بناتي وأهلك أهلي. انطلق، أول ما دخل على كسرى على طول اسجنه كسرى، ولا على الحيرة في ذلك الوقت اللي هي عاصمة العراق، ولا عليها في ذلك الوقت بدال نعمان بن منذر، ولا عليها نعمان بن منذر، ولا كسرى على الحيرة ياس بن قبيصة. لكن قبل لا يدخل نعمان بن منذر على قصر كسرى، قابل عمرو بن عدي اللي هو ذباح أبوه عدي، فقال يا نعيم، نعمان بن منذر قال يا نعيم أحسن الخروج عن استطاعت. بعد ذلك أرسل كسرى إلى واليه على الحيرة اللي هو ياس بن قبيصة، أن انطلق إلى هاني بن مسعود وخذ منه البنات وأهل النعمان بن منذر. انطلق اللي هو أعجب القرار كسرى وانتظر، ولما قبل لما أرادوا تنزل بكر على ماذي قار قبلهم مسافة يوم، نزل كسرى وجيشه وأرسل رسول إلى هاني بن مسعود يقول له عطنا ما عندك من أهل النعمان بن منذر ونتركهم. أرسل له استعدوا واشتقوا يعني وتسارعت الأمور، تقابل الجيشين. فلما تقابل الجيشين خرج فارس، رجل فارس من الفرس متجج بالسلاح يبي المبارزة، فخرج له رجل من بكر معه رمح، فقتل ذلك الفارسي، فارتفعت معنوية بكر وهبطت معنوية الفرس. ثم خرج فارس آخر فخرج له بكري فقتله، فارتفعت معنوية الجيش ومعنوية البكري بني بكر وسقطت معنوية الفرس. في هذه الأثناء أسر الفرس بدأوا ينسحبون، قتل عمرو بن عدي، قتل أخوه زيد، وهرب النعمان بن زرعة، فلحق به فارس من بني بكر ونص يعني وقص ناصيته وقدمة الشعر علامة صارت في وجهه. أثناء ما هم يتشاورون في المجلس كان كسرى غاضب، كان معهم رجال يقال له النعمان بن زرعة التغلبي. هذا النعمان يكره كسرى ويكره هاني ويكره هاني بن مسعود، مع أن هاني بن مسعود وبكر خواله، لكنه يكرههم بسبة الجساس والزير، لكنه يكرههم هم أكثر من كسرى. فقال له، فقال الكسرى طبعا هو اللي قبل يقول كسرى أشار عليهم ياس بن قبيصة أن لازم نتأكد. لكن إيش قال هذا النعمان بن زرعة؟ قال دعهم حتى يحروا، يعني حتى يجيها ملحر، فيتساقطون على يعني يتساقطون على ماء ذي قار كما يتساقط الجراد على النار، ثم تأخذ منهم أو تفعل فيهم ما تستطيع، يعني يكونون في مكان وتجي تحصرهم وتأخذ منهم اللي أنت تبيه وتفعل بهم ما تشاء. لما انطلق ياس بن قبيصة إلى هاني بن مسعود أنكر هاني بن مسعود، قال لو كانت أمانة عندي ما أعطيتها حتى أردها لصاحبه، ولو كان خبر واحد كذب علي، يعني واحد يبي يشي ويكذب علي، فلازم يعني التأكد والتحقق. رجع بالخبر إلى كسرى فاستجاب كسرى غضبا. أثناء وهم يسولفون كان موجود بالمجلس معهم بعد ذلك صاح فيهم هاني بن مسعود ذلك البطل وقال الحذر لا يعمنع من قدر، والصبر من أسباب الظفر، والمنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، والطعن في الثغر خير من الطعن في الدبر، شدوا آل بكر، والله إني لا أرى إلا القتال، إنا إن ركبنا في الفلات يعني متنا من العطش، وإن أعطيناهم بأيدينا قتلوا مقاتلينا وذرارينا. في هذه الأثناء كان من ضمن الجيش الفارسي قبيلة عربية لا تريد الحرب، أرسلت إلى بكر حنا بننسحب من الجيش الفرس، تبون ننسحب الحين في الليل ولا تبون ننسحب أثناء المعركة؟ فأشارت عليهم بكر لا تنسحبون إلا أثناء المعركة. لما قامت المعركة انسحب هذا الجيش، تفكك جيش الفرس وبدأوا الانسحاب والالهزام. أما حاكم الحيرة ياس بن قبيصة لما درب الهزيمة انطلق إلى كسرى بعد الهزيمة، وكان كسرى عنده عادات وتقاليد يعني أشياء يسويها، لما أحد يجيب له خبر شين يذبحه. فلما دخل عليه ياس سلم عليه وقال شفت سوينا بالعرب،
ترى جيشنا فاز والحمد لله والمعركة احنا متغلبين، وانا الحين تعبان واستاذنك اني انطلق للاستراحة، يعني بيروح يرتاح بعد الحرب، وهم مهزومين بس انه ذال رجع وركب على فرس وحمامة وهذاك وجه الضيف مع شيف. فشار عليه هاني بن مسعود انها خذ هدايا وخذ معك خدم وخذ معك يعني اشياء يحبها كسرى وروح له واعتذر له. فقال نعمان بن منذر وهلي، قال هلك عندي، بناتك بناتي وهلك أهلي. انطلق أول ما دخل على كسرى على طول اسجنه كسرى، ولا على الحيرة في ذلك الوقت اللي هي عاصمة العراق، ولا عليها في ذلك الوقت بدال نعمان بن منذر ولا عليها قال إن نفتدي ببعضنا خير من أن نمضي كلنا وإن في الشر لخير. هم الحين تشاورون كلهم أكثرهم الاستسلام أكثرهم انهادن. فكان في رجل صاحب رأي وصاحب خبرة، فأرادوا أن يستشيرون ذلك الرجل وينشدونه. ذلك الرجل كان اسمه حنظلة بن يسار، فقال وش تشاورتوا عليه وش جزمتوا عليه؟ أخبروا على الاستسلام والصلح. لما قالوا له فقال بئس الرأي، قبح الله هذا الرأي، قبح والله العظيم، لا تدوس فرسان فارس أرجلها في ذي قار. وجد أن هذه فرصة واقترصها واقترب من كسرة، قالوا أن هذه الصفات التي أنتم تبحثون عنها إنها في المناذرة عند بنات نعمان بن منذر. فلما قالوا الخبر هذا على طول أرسل رسالة كسرة رسول من فارس إلى النعمان بن منذر، وكان معه عمر بن عدي بن زيد. فلما جو تكلم عمر وقال كسرى يبي يناسبك، يبي واحدة من بناتك. فاستشاط غضب نعمان بن منذر، كانوا العرب ما يزوجون الفرس، فاستشاط وقال يعني ما كفاه بنات فارس عنده. فالرسول الفارسي شاف الغضب في وجه المنذر نعمان بن منذر، وقال العمر وش يقول؟ قال يقول ما كفته بقر فارس اللي عنده. فاستشاط الرسول لكنه سكت. رجعوا واخبروا الكلام اللي قاله نعمان بن منذر، اخبروا فيه كسرى. غضب كسرى وارسل خطاب يقول للنعمان بن منذر تعال لي، ابيك انت وهلك تعال لي. في ذلك الوقت علم النعمان بن منذر انه اما مقتول او مسجون، فخاف ما اراد ان ينطلق الكسرى. فايش سوى؟ خذ اهله حاشيته وطلع يبي يزبن. اول ما انطلق زبن على طي، استقبلته طي بالبنادق والسلاح وطردوه خايفين من كسرى. ثم اراد ان يزبن على عبس لكن خاف على عبس. ثم انطلق وزبن على شيبان ابن بكر. هذا شيبان ابن بكر البطل. لما زبن على شيبان ابن بكر جلس عنده فترة، لكن هانته الدنيا، كان ملك وبقصر، عقب هانته الدنيا. فساور هاني بن مسعود الشيباني، فشار عليه هاني ارسلهم الرسول. لما جاهم الرسول اختض يعني جيش، او يعني اهتز جيش بكر، وخاف يعني الموضوع كان كبير شوية. فاخذوا تشاوروا بينها وبين بعض وش يسوون. واحد منهم قال الصلح، الثاني قال الاستسلام، والثاني قال ان اللخاء اهون من الوهى، يعني الاستسلام اهون من. اراد ان يرشيه وقال للرسول ايش رايك تشور على كسرى تاخذ معك ولده ولد عدي بن زيد اللي هو عمر، تاخذه معك ويصير عم بن عدي بن زيد، كان بعد رجل ذكي ومثل ابوه، يتقن الفارسية ويتقن العربية ويقرأ ويكتب. فخذاه، ولما جو عند كسرى استحسن هذا القرار وتعويض. فبعد فترة تمكن من احترام كسرى اللي هو عمر بن عدي بن زيد. وفي يوم من الأيام كان يفكر عدي بن زيد، كان يفكر عمر بن عدي بن زيد شلون ينتقم، يعني ينتقم لأبيه. في يوم من الأيام كانوا يفكرون يزوجون واحد من أبناء كسرى، وكانوا في ذلك الوقت الفرس يعني يقولون في المجلس بين النبلاء مواصفات الزوجة، فأخذهم يعدون مواصفات الزوجة اللي بيها. فاقترب عمر ووجد أن هذه فرصة، اقترب من كسرى